السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ أول ملفاتنا مع تظاهرات شريحة الموظفين ممن يطالبون برفع رواتبهم المتدنية، إذ شهدت بغداد صباح اليوم انطلاق التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب في ساحة التحرير وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأكد الموظفون المتظاهرون على ضرورة تعديل سلم الرواتب لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، الذين وصفوا سلم الرواتب الحالي بغير المنصف نظرا لما فيه من فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة وأخرى. طبعا أظهرت لقطات مصورة مشاركة حشد غفير من المتظاهرين في ساحة التحرير بالرغم من التضييق الأمني، لنشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. أيضا حدثت تظاهرات بأعداد غفيرة من الموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للمرة الثانية في أقل من شهر، وذلك للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وزيادة رواتب الموظفين. طبعا شهدت المحافظات الجنوبية احتجاجات وإضرابا عن الدوام في الدوائر الحكومية جراء استمرار إهمال السلطات تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. ونظم موظفون في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية وقفة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. دعونا الآن نشاهد جانبا من هذه الوقفة في اللقطات الآتية. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أيضا في غضون ذلك نظم حشد كبير من الموظفين تظاهرة في محافظة ميسان أعلنوا فيها عن استعدادهم لتنفيذ خطوات تصعيدية وصولا إلى الإضراب العام عن الدوام إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتحسين الأوضاع الاقتصادية إثر ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. دعونا الآن نشاهد جانبا من بيان المتظاهرين. نعلن بأننا مستعدين نحو خطوات تصعيدية سلمية تصل إلى الاعتصام والإضراب العام والشامل لكافة الموظفين وكافة دوائر الدولة في محافظة ميسان. لذلك يجب على مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد الشياع السوداني بالوقوف مع الموظفين والتصويت على سلم الرواتب الجديد الذي ينصف شريحة كبيرة من الموظفين وبأسرع وقت ممكن. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الملف. وأيضا نظم موظفون في تربية محافظة البصرة اعتصاما مفتوحا أمام مديرية التربية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وبين الموظفون أن مطالبهم الموحدة هي إنصاف شريحة الموظفين وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات في جميع مؤسسات الدولة. دعونا نستمع إلى جانب من هتافاتهم. سلم الرواتب يجب تغييره، مطلبنا شرعي ما نطالب غيره، سلم الرواتب يجب تغييره، مطلب شرعي ما نطالب غيره،
المراتب يجب تغييرها. مطالبة بسلم راتب موحد يحفظ كرامة المراتب. مطلوب صفقة صفقة لفوق لفوق ايدك لفوق وصفقة. مطلب شرعي ما نطالب غيره. سلم راتب يجب تغييره. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع أو هذه بعض التغريدات. شهد تقول: كل شيء يصعد سعره، الأكل، الملابس، السيارات، العقارات، إلا الموظف راتبه ثابت من 2003 إلى الآن. محمود يقول: في ظل هذا الارتفاع بالأسعار والغلاء المعيشي نطالب بتعديل جدول سلم الرواتب، لأن أصبح دخل الموظف لا يكفي لآخر الشهر. تغريدة من سجاد يقول: لتحقيق الإنصاف والعدالة بين جميع أفراد الدولة من الموظفين يجب أن يكون هناك قانون يضمن هذا الحق. سلم الرواتب مطلب لا حياد عنه. تغريدة لدينا من محمد يقول: لا تراجع حتى إقرار السلم وإنصاف الشرائح المظلومة، وخاصة اليوم نحن نعمل في المستشفيات ومع الأمراض والرواتب لا تسد المعيشة، يعني لازم تعمل عمل ثاني والصبح عايش ويا الموت بالمستشفى والدوام يخلص بثلاثة. شنو هاي العيشة يا حكومة؟ تدرون بالشعب لو لا؟ ننتقل الآن مشاهدينا إلى الموضوع الثاني الذي يرتبط أيضا بالرواتب، لكن هذه المرة رواتب الفضائيين. طبعا يدور الحديث بشأن رواتب الفضائيين في العراق، وحدثت الكثير من المشاكل بشأن هذا الموضوع، وتحدث حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق بشأن وجود أعداد ضخمة من الفضائيين الذين تؤخذ بأسمائهم رواتب لجهات مختلفة، من ضمنها هيئة الحشد الشعبي، هذه الميليشيا المشكلة التي تتقاضى رواتب لمقاتلين حقيقيين بالإضافة إلى فضائيين موجودين على الورق فقط، لكن تقبض بأسمائهم الملايين من الدنانير العراقية. نأتيكم إلى هذا المقطع مشاهدينا الكرام. هذا الشخص هو أحد المنتسبين ضمن ميليشيا الحشد، يشكو من مشكلة أن اسمه مقيد وتم بعد ذلك قطع راتبه بذريعة وجود شخص آخر اشتكى عليه لأنه يستخدم هذا الاسم أو يتم استخدام اسم هذا الشخص في سبيل تقاضي راتب عن شخص آخر. دعونا نفهم القصة من لسانه. حتى الآن أنا مستمر بالدوام، وهسه أنا راتبي متوقف صار لي تقريبا ما يقارب بالسنة وفوق وسنة ونص وفوق السنة ونص. ادعى علي شخص إنه أنا مداوم باسمه، بعدين راح سوى شكوى للنزاهة، قامت النزاهة بالمجلس التحقيقي عن قيادة طريقة قيادة العمليات مالنا وكنا بوقتها على الجيش، وقرفعوا المجلس التحقيقي على القاضي، والقاضي وقف الراتب. صار لي هاي سنة ونص وأكثر، أكثر من سنة ونص هاي لحد هسه مقطوع راتبي وما عندي لا راتب لا شغل لا عمل لا أي شيء. هذا الشخص مشاهدينا كما قلنا، هذا المنتسب ضمن ميليشيا الحشد، تحدث عن مشكلة بأنه تم قطع راتبه، لكن نأتي إلى شخص آخر أيضا مقيد ضمن ميليشيا الحشد. هذا الشخص يواظب في الحضور ضمن هذه الميليشيا، لكن أيضا هو لا يحصل على راتب لأن هناك جهة أخرى وهي هيئة الحشد تتقاضى الراتب نيابة عنه. دعونا نستمع منه ماذا يقول. إني المواطن حسين نجاح غازي من محافظة الديوانية، قدمت أيام الفترة 2016 عن طريق أحد المكاتب في الديوانية على هيئة الحشد، وانطيت معاملتي ومستمسكاتي الكاملة. كل ما أراجع لهذا المكتب اللي قدمت به بالديوانية ما حد ينطيني أي سؤال وأي جواب، ويقولوا لي اسمك ما جاي. والله تراجع أكثر من 4 سنوات ما حصلت نتيجة. فاشتغلت بشركة فاحتاجية أنه تأييد وثيقتي اللي أعلمه وثيقتي، رحت التربية الديوانية قالوا لي احنا منطيك وثيقة هيئة الحشد، جبنا تأييد أنه أنت ما مستفاد منها. لما رحت لهيئة الحشد قالوا لي يابا أنت متعين، طلعت متعين بال 2016 منشور على الواء 41 ويستلمون رواتب لمدة 4 سنوات، ومن صارت كيكاد بال 2020 فاصليني. هذا الحكي أنا ما أدري،
مستلمين باسمي ما يقارب 65 مليون اللي هن رواتبي. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أمين يقول: حيدر العبادي قالها بداية تسلمه رئاسة الوزراء، قال هناك 90,000 فضائي بالحشد. عبد الله يقول: هكذا يحلبون العراق، هذا في الحشد، فما بالك في المؤسسات الأخرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من حسان يقول: اغتيال مدير مالية الحشد وتصريح العبادي عن الوهميين الحشديين خير برهان. تعليق لدينا من سامر يقول: الحشد باب من أبواب القتل والفساد والقذارة في العراق، لأنه تابع إلى إيران، هكذا يقول سامر. مشاهدينا نستمع إلى رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، أصبح واضحا عند هذه الحكومة، عند المطالبة بحقوق الموظفين الذين بذلوا سنوات عمرهم لكي يحصلوا على الشهادة ولكي يحصلوا على التعيين بشق الأنفس، أصبح واضحا أنهم عند مطالبتهم برفع رواتبهم مقارنة ومساواة بباقي الموظفين الذين يأخذون في وزارات أخرى رواتب انفجارية، يبدأون بالتحجج بالقانون وبالدستور، لكنهم عندما يعطون البرلماني أو الوزير رواتب خيالية لا يرجعون إلى الدستور، وعندما يعطون رواتب لجماعة رفحاء لا يرجعون إلى الدستور، وعندما يزورون الأسماء ويعطون رواتب وهمية لموظفين فضائيين في الحشد وفي غيره لا يرجعون إلى الدستور. إذن المسألة مسألة ازدواجية بالتعامل مع الرواتب، مع الموظف المستحق نرجع إلى الدستور ويجب المناقشة ويجب أن نرى كيف تتحمل الميزانية، لكن عندما يسرقون قوت الشعب ثرواته يحتالون على الدستور بل يضربون. سيد أبو سمية، يعني إذا تحدثنا بعض الشيء عن دمجنا الموضوعين، تحدثنا بعض الشيء عن قضية الفضائيين الموجودين في الدولة وتحديدا في الحشد، الموضوع الثاني اللي طرحناه 90,000 مقاتل بحسب حيدر العبادي، ويقول الأخ سامر العراقي يقول الحشد هو باب من أبواب القتل والفساد والقذارة في العراق لأنه تابع إلى إيران، ماذا عن القدسية؟ ماذا عن المقاومة؟ ماذا عن هذه الشعارات؟ وفي الحقيقة هم عبارة عن سراق قتل مأجورون عن مأجورين، تجار مخدرات، يعني أين القدسية في هذه الميليشيات التي يسرق قياداتها رواتب العناصر، رواتب المقاتلين؟ يعني شنو من منظومة تتحدث بقيم أو تتحدث عن قيم وعن مبادئ وهم عبارة عن واحد هم يبوق الثاني؟ سيد الكريم، القدسية عند الحشد أمر خيالي. الحشد باختصار منظمة إرهابية اشتهرت بالمقابر الجماعية التي لطالما عيروا بها النظام السابق وهم الآن يطبقونها. أخي لا قدسية ولا مقاومة ولا نزاهة بل ولا إنسانية لهذه المنظمة الإرهابية الفاسدة التي همها جمع الأموال وهمها مشروع طائفي ضد هذا الشعب. وشكرا جزيلا لك سيد أبو سمية من الأنبار. يعني حقيقة يبقى الموضوع قائم عندما نرى ونسمع بأن هناك موظف عراقي أو موظفين عراقيين يخرجون في هذه الأجواء القاسية، إن كانت حرا شديدا أو بردا قارصا، للمطالبة بحقوقهم، للمطالبة بالتعيين والحصول على راتب أسوة بأقرانهم في باقي مؤسسات الدولة، أو حتى للحصول على تعيين كبداية، ونرى في المقابل هذه الأسماء الوهمية، عشرات الآلاف من الوهميين، ربما مئات الآلاف أيضا في كافة مفاصل الدولة، يتم أخذ رواتب بأسماء وهمية من قبل هذه الأحزاب ومن قبل هؤلاء المسؤولين في الدولة. وأيضا الموضوع وصل إلى ميليشيا الحشد، وهذا الأمر ليس بغريب حقيقة عن يعني عن العصابات والميليشيات، هي أصلا خارج عن القانون، فكل ما يجري في أروقتها هو موضوع بالطبع لن يكون مطابقا للقانون ولن يسير وفق القانون. دعونا الآن ننتقل مشاهدينا الكرام
إلى موضوع آخر، لكن قبل أن ننتقل أرغب بأن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صوتكم لهذا المساء، ونصل الآن ضمن الفقرة الأولى إلى موضوع حرائق حقول الحنطة في محافظات عراقية مختلفة. أعرب مزارعون عن قلقهم بعد عودة الحرائق إلى حقول الحنطة في العراق مع بدء موسم الحصاد، وجاء ذلك بعد إعلان مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية الحالية تسجيل عدة حرائق لمحصول الحنطة في عدد من المحافظات العراقية، وأبدى مزارعون مخاوفهم من احتمال عودة مشاهد احتراق المساحات المزروعة مع انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير، والتي تتكرر طوال فترة موسم الحصاد وتتسبب بفقدان المزارعين لمئات الدونمات الزراعية. طلب المزارعون بإجراءات لحماية المحاصيل من الحرائق المفتعلة التي تهدف إلى استهداف سلة العراق الغذائية. في غضون ذلك أفادت مصادر صحفية باندلاع حرائق كبيرة بنحو 20 دونما للحنطة في مدينة سامراء مركز في محافظة صلاح الدين. وقالت المصادر إن الحريق شمل كذلك أجهزة زراعية في منطقة السموم شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين دون الإعلان عن أسباب اندلاع الحرائق. لنشاهد. نستمر مشاهدينا مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر أيضا في ذات السياق. طالب مزارعون بإجراءات لحماية المحاصيل من الحرائق المفتعلة التي تهدف إلى استهداف سلة العراق الغذائية كما قلنا. أيضا قال المزارعون إن الحرائق التي تستهدف مزارع الحنطة والشعير تتجدد سنويا وبشكل يعتقدون أنه متعمد من قبل جهات لا تريد الخير للعراق وتحاول استهداف سلته الغذائية من أجل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين والتوجه إلى الاستيراد. ننتقل بكم إلى محافظة ديالى، وبعد أيام على إعلان الاكتفاء الذاتي في زراعة محصول الحنطة شهدت المحافظة المحاذية لإيران أولى الحرائق في ناحية جلولاء، حيث اندلع حريق في مساحات مزروعة بمحصول الحنطة. دعونا نشاهد. Thank you.
اطفي ما قلت اطفي. مشاهدينا دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. آسيا تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس صرحوا بالاكتفاء الذاتي بدت فعاليات إيران التخريبية، الله على الظالم. تعليق من علي جابر يقول هذا الحرق مفتعل من جهات داخلية قاعدة تلعب جولة حتى ترضي دول الجوار. سهام تقول كل سنة هذا حالنا مع الميليشيات حتى نستورد من إيران. تعليق من حيدر يقول المفترض ترتيب جدول حراسات من أهل الأراضي للقبض على ذول الفاعلين الذيول. والسؤال هنا يا حيدر، هل مجبر المواطن أن يحرس أرضه أم هذا واجب الدولة؟ معنا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ العزيز؟ حياك الله، اهلا وسهلا استاذ العزيز. هي هاي الدوله اول شيء محمد شاع السوداني يقول لازم السنة الفلاح يزرع بالتقنيه الحديثه، لان التقنيه الحديثه انت ما جبتها. ثاني شيء اسيادك حيحرقون بالمحاصيل الزراعيه مال الفلاح العراقي. نعم. انت من تجي تقيس الفلاح العراقي، ابسط فلاح عراقي المصرف ماله 30 مليون او 40 مليون واكو بها 200 مليون و 300 مليون. نعم. زين هاي من اللي يدفعها؟ انا العد احكيات، انا مزارع، انا هسه ايش عاد اسوي؟ هسه انا انت سمعت اتصالي من صار وياكم، انا هسه برا بتشول عاد احرس بالحنطه مالتي. نعم. واحرس بها من ورا شنو؟ من ورا الخنزير، الخنزير جابته امريكا، هاي امريكا الانقص من الخنزير. امريكا الانقص من الخنزير، جابت لنا الخنزير هذا الغضب. زين. اكو شان علاج بالبيطره. سيد ابو عبد الله، حضرتك تحرس ارضك؟ ايه. طيب انت بس السؤال، انا هسه برا بتشول. نعم. السؤال هو شنو مجبوريه المزارع؟ نعم هي ارضه، لكن شنو مجبوريته انه هو يقعد يسهر على حمايه ارضه في بلد المفروض به اجهزه امنيه، بجيش، بشرطه، بقوات امنيه المفروض هي تقوم على حمايه الناس وحمايه املاكهم واموالهم؟ القوات الامنيه تدري شو؟ نعم. القوات الامنيه تدري شنو جاجتي؟ اكثر القوات الامنيه يقول لك انا يدك مشرات مالي والله كريم. نعم. وراها عساها قواب يقول لك انا من يشتغل. يعني يحسب راس الشهر ماله جد داوم بالشهر. هذا ابو عبد الله، هذا الكلام بالنسبه للعنصر. لكن احنا نتكلم عن القيادات، احنا نتكلم عن وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، عن القائد العام للقوات المسلحه، وين من هذه الأعمال التخريبية اللي ما تضر بس بالمزارع، هي تضر بالاقتصاد العراقي، هي تؤثر على الغذاء للشعب العراقي، لأنه أنت عندما تصل إلى مرحلة اكتفاء ذاتي من محصول خلاص أنت بعد ما بحاجة أنه تستورده. ما بحاجة استورده أنا ماكو، بس أسيادة وين يودون المحصول مالهم؟ إيش احكي لي أسيادة نعم. ماكو نعم. يعني أنت من كل عقلك إيران، والله أمريكا فرضت عقوبات على إيران، نعلت الله على أمريكا وعلى إيران. زين العقوبات وين تصير؟ هاي على اليمن، هاي العقوبات حتصير على الفلاح العراقي بس، من يحرقون زرعه ماكو ويتامل 8 اشهر او 6 اشهر او 7 اشهر ليجي الحاصل ماله ليسد دينه ليصرف على عائلته برزق حلال، وهاي نتيجته. زين هاي من يدفعها؟ من يتكلفها؟ للاسف يدفع ثمنها المواطن العراقي فقط. انا اشكرك سيد ابو عبد الله بن صلاح الدين. ويانا السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد. الو السلام عليكم، احييك واحيي قناه الرافدين. وعليكم السلام ورحمه محمد. الله. هي من 2003 هو الحشد الارهابي كفيلك الله جاي يحرق الزرع مال العالم. هو سوى الحشد، هو تهريب المخدرات، نص الميزانيه لهم. نعم. نص الميزانيه والشعب كاتله جوع، موظفين يطلعون مظاهرات والله خايفين على الحشد الايراني الصفوي، يطلعون نص الميزانيه لهم كفيلك الله، عم على الحنطه جاي يحرقوها، هم الحشد الارهابي كفيلك الله. ونص الميزانيه وين يودوها؟ حشاق ذول العاهرات مالتهم قاعدات بالكراده، ما كراده بالملاهي، كل ما نشتريها سياره 100,000 دولار، يعني ملايين الدولارات تشتري سيارات كفيلك الله. هم ذول الحشد ايرانيين عم ليس العراق، هم عراق ما حاميه. طيب بعيدا عن هذه الجزئيه سيد محمد، بدون الدخول باجزاء تتعلق بالاعراض، انا اشكرك عموما، شكرا جزيلا. الفكرة أنه أو السؤال أنه أليست هذه الميليشيات متواجدة
في المحافظات العراقية أغلبها ما عدا محافظات الشمال؟ أليست متواجدة بديالة في ديالة؟ أليست متواجدة في صلاح الدين؟ أليست متواجدة في محافظات عراقية كثيرة؟ أليست هي القوة التي يتحدثون بأنهم حماة العراق، حماة الأرض والعرض؟ طيب أين أنتم من ما يحدث لهذه المحاصيل الزراعية، لما يحدث من حرائق لحقول الحنطة والشعير التي تستهدف هذه المحاصيل بالأخص كل عام؟ عندما يصل العراق إلى مرحلة أو إعلان عن اكتفاء ذاتي يتم حرق هذه المحاصيل. نفس الكلام جرى مع محاصيل الطماطم التي تحارب في السيطرات من قبل نقاط التفتيش الميليشياوية وكذلك الحكومية بمنع سائقي وناقلي هذه البضاعة بالتحديد من المرور إلا بدفع مبالغ معينة، وطبعا هذا الموضوع يرفع بسعر الطماطم المحلية، وبالتالي يتوجه المواطن صاحب الدخل المحدود إلى المنتج المستورد الذي يعد أقل ثمنا. كذلك الحال بالنسبة للثروة السمكية وما عانته من عمليات تسميم متعمدة من أجل القضاء على فكرة وجود شيء يسمى اكتفاء ذاتي في العراق. طيب مشاهدينا، دعونا نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى موضوع آخر. ننتقل إلى ملف القطاع الصحي العراقي. أثارت التصريحات الحكومية المتوالية بشأن تحسين الخدمة الصحية في العراق غضب وسخرية العراقيين الذين يعانون عند مراجعتهم للمستشفيات. طبعا تشهد منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع مصورة تكشف انعدام الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في ظل غياب أي دور للجهات الرقابية وعدم محاسبة المقصرين. وليس مستغربا إذا قلنا إن أحد المرضى من كبار السن قد توفي نتيجة الإهمال وعدم وجود طاقم طبي لمتابعة حالته، الأمر الذي اضطر أفراد عائلته إلى عمل إنعاش له قبل وفاته نظرا لعدم وجود طبيب اختصاص أو طبيب مقيم. لنشاهد. طبعا هذا المشهد كان في مستشفى الكرامة في بغداد، اسم غريب يطلق على هذا المستشفى. طيب يبدو أن ظاهرة غياب الطبيب الخفر أو الطبيب المقيم أصبحت معتادة عند كل مراجع ولا تقتصر على محافظة بعينها، حيث أكد ناشط من البصرة خلو المستشفيات ليلا من الأطباء المقيمين الذي يفاقم هذا الأمر طبعا من معاناة المرضى ما يضطرهم للتوجه نحو المستشفيات الخاصة. لنستمع. يا مدير يا عام يا صحة البصرة، عندي تحدي من خلال دائرتك يا أخي، والله كل شيء ما أريد، ومطالبنا شرعية وقانونية ودستورية. سيد محافظ البصرة، والله تعبنا من سيد مدير عام صحة البصرة وإدارته، قسما بالله ما معقولة الطبيب يجيني الساعة بالتسعة يطلع الساعة بـ11، بالتالي ما عنده بصمة مثل بقية الكوادر التمريضية. كل الوزارات اليوم من طب الدوائر تبصم، إلا الأطباء بالبصرة محصنين ما يبصمون. في حالة جانب التسعة وقت المريض 5 تحاليل 6، إجا المريض كمل التحاليل وإجا الطبيب لقى طالع، راح ينطر المريض يتوجه للعيادة، هو اللي عنده فلوس يجي للمستشفى. يا أخي خوب لي الأول يروح للعيادة، هذا التحدي. التحدي الثاني يا مدير يا عام يا صحة البصرة، أريد طبيب خافر. نعم راح تقول لي موجود بالجدول الطبيب الخافر. يا أخي ما جاي يداوم، والله ما جاي يجي، جاي يصير عندنا حوادث دهس، حوادث صراع عشائري، بقية الحوادث جاي يخابرون الطبيب يلا يجي، بالتالي هنا فقدنا المريض ومات وماكو طبيب. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. عادة ما يسلط برنامج صوتكم الضوء على شكاوى ومناشدات المرضى وذويهم الذين يعانون الإهمال وغياب الرعاية الصحية في مختلف المحافظات العراقية. من بين هذه الشكاوى التي نسعى إلى عرضها لبيان واقع حال المستشفيات المقطع الذي ستشاهدونه بعد قليل، الذي انتقد فيه مواطن من ميسان حالة الفوضى في طوارئ مستشفى الصدر التعليمي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بسبب الأوساخ في أجهزة الأكسجين وتعطل جهاز التكييف المركزي لصالة الطوارئ. لنشاهد.
هاي السيد العلاق هذا كله وصخ هذا وين تروح هاي العالم وين تموت وين تمشي وتسيب لي رتها مال الصالة مال هاي عطلان السبلت مالها يسوون بها المرضى وين تروح من الله. نستمر مشاهدينا ضمن نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. صحيفة الواشنطن بوست كانت قد بيّنت في تقرير لها أن العراقيين أصبحوا ضحية لنظام رعاية صحي مليء بالفساد والإهمال، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين قولهم إنه بعد عقود من الحروب والعقوبات الدولية التي ضربت القطاع الطبي يقوم اليوم جيش من المحتالين بسرقة تطلعات العراقيين إلى حياة صحية. وأكد تقرير الصحيفة على استشراء الفساد بالقطاع الصحي وأن الأموال المخصصة لكل شيء بدءا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات يتم هدرها من قبل مسؤولين ورجال أعمال وأفراد من جماعات سياسية أخرى. وأضحى مشهد الفوضى أمام المستشفيات وسوء إدارة الملف الصحي سمة تميز عراق ما بعد الاحتلال، حيث أظهرت مقاطع مصورة التقطت من داخل مستشفى بغداد داخل مدينة الطب طوابير المراجعين من المرضى وذويهم دون أي اتخاذ لأي إجراء من قبل الجهات المعنية ومن قبل إدارة المستشفى لخطوات مناسبة من أجل وضع حد لهذه الفوضى. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. فاضل يقول هيجي دي يسوون بالناس على مود تروح الناس للمستشفيات الأهلية والاستثمارية، لأن ما شاء الله كثرا بالمحافظة حالها حال المدارس الأهلية. تعليق من أم حبيبة تقول الصحة تسمع منا وتعبر منا، ولا كأن يومية شكوى عليهم ولا معبرين الناس أبد، مغلسين يضحكون علينا. تعليق من أم علاء تقول شو وقت المسؤول يحس ويعرف هذا الكرسي اللي أنت متعوفه هو لخدمة المواطن؟ الله أكبر، فقط مصالحهم. وتحسين يقول هل من المعقول دولة تصوت لموازنة 3 سنوات قادمة ليس لديها هذه الإمكانيات البسيطة؟ لكن مستهزئين بالمواطنين لكونهم لا يتعالجون بهذه المستشفيات. نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله كادر قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. للأسف إحنا العراق اللي من 2003 لحد الآن بعد ما كان نفوسه قبل الاحتلال الأمريكي قبل 2003 كان نفوس العراق يعني ما يقارب إلى 20 مليون أو حسب يعني الإحصائية اللي نعرفها أكثر من 20 مليون. فكانت المستشفيات عندنا اللي موجودة ببغداد وبالمحافظات اللي كان هو اهتمام يعني جزء يعني كلش كبير من الحكومات السابقة بالمواطن العراقي، يعني ما كان تفرق بين الغني وبين الفقير بين الما عنده وبين العنده. فكان كلها الأمور اللي تقدمها الحكومة اللي كانت عندنا قبل 2003 بأن يرضي أن كل إنسان من يدخل المستشفيات الحكومة يكون راضي على المستشفى وراضي على الحكومة وراضي على وزارة الصحة اللي هي تقدم العناية له أو تقدم العملية أو بعض الأمور اللي يروح يلجأ إلها الإنسان البسيط أو الإنسان اللي حتى متمكنة إلى المستشفيات. فكان إنه دور الأطباء دور الدكاترة كان يعني عندنا جيد جدا إنه تمام. يعني سيد أبو عمر بس حتى يعني لا نستغرق بهذا الموضوع الكثير، المعروف لدى العراقيين جميعا كيف كان الوضع قبل عام 2003. لكن قبل عام 2003 كانت هناك حروب، كان هناك حصار اقتصادي، ومع هذا كان موجود اللي تفضلت به نظام صحي موجود وكذا. نعم. لكن بعد 2003 بوجود هذه المليارات من الدولارات، أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار أمريكي دخلت إلى خزائن العراق من 2003، أين هذه الأموال؟ لماذا لم يتم تطوير القطاع الصحي؟ لماذا لم يتم إنشاء مستشفيات حديثة متطورة؟ لماذا لم يتم دعم القطاع الحكومي
وترك الموضوع أنه مستشفيات حكومية متهالكة، والمريض اليوم إذا عنده فلوس يتعالج، ما عنده فلوس إلا الله. أستاذ محمد، لأن السبب عندنا بالحكومة، كل العالم وكل العراق يعرفه أنه حكومة العراق من 2003 لحد الآن، ما أنه الحكومة حكومة ذات سيادة، ذات قوة واحدة، ذات وزارة داخلية، ذات الأمن الوطني، ذات كل الاستخبارات، تلجأ إلى الحكومة اللي يحكم العراق. فللأسف إحنا ما عندنا حكومة انفرادية، عندنا عدة حكومات اللي يحكمها من سلطة الأحزاب، وكثير من الأحزاب اللي عندنا موجودين راحت إلهم تخاصموا كل أربع سنين نفسهم اللي ضالين من وزارات اللي عندنا الموجودة، من العمايم اللي جاي تحكم بالبلد، هاي الوزارة اللي فلان فلان شخص، هاي الوزارة فلان شخص، وإحنا نعرف كل الوزارات اللي جاي تحكمها كلهم ميليشيات، كلهم أحزاب سلطة. يعني عندي سؤال، عندي سؤال سيد أبو عمر. تحسين يقول أو تحدث عن أو عفوا ليس تحسين، أحد المعلقين ذكروا أنه هناك نقطة تتعلق بكرسي المسؤول. هذا الكرسي يا مسؤول هو من أجل خدمة الناس. برأيك يا أبو عمر، هم ينظرون إلى هذا المنصب أنه هو منصب لتقديم خدمات، من أجل أن تقدم خدمات وأن يتم مساعدة المواطن على عيش حياة كريمة، لو هذا يعتبروه امتياز حصلوا عليه وليس واجب أو ليس مكان من أجل تقديم خدمات، هو امتياز أنا حصلت عليه بعد أن تحالفت ويا الحزب الفلاني أو دفعت المبلغ الفلاني أو أعطيت أو قدمت الولاء إلى جهة فلانية، وبالتالي هذا الكرسي حتى أني وعائلتي وأقربائي اللي نستفيد منه وليس الشعب. شلون يفكرون برأيك؟ استاذ احنا نعرف استاذ محمد، احنا نعرف كل من في السلطه ونفسهم الوجوه اللي حكمت من 2003 لحد الان، هاي الامتيازات وهاي بيع المناصب، بيع الوزارات اللي تقاسموها فيما بينهم، اللي هم حسب اعلاناتهم، حسب علي نصيف وحسب كل اللي موجودين بالدوله، بانه يتقاسمون الوزارات على حسب يعني الكميه اللي موجوده والربح اللي موجود من هاي الوزاره وكيف الى تيجي لجيوب الفاسدين. لكن هم مو أصحاب نقدر نقول ذات عقول غيرة، ذات يعني مكان عندهم، ذات فكر وطني وروح وطنية لحب هذا العراق، وذات أنه من يكون إلى كرسي إلى مكانته وإلى منصبه، هذا لازم يكون إنسان عراقي شريف ونزيه، يدعم كل وزارة. إذا كان وزارة الصحة يقدم يعني وزارة الصحة إلى مدير الصحة إلى كافة الأطباء. طيب، اللي موجودين عنده يعني خدمات كثيرة. أنا أشكرك. نعم، شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد. ترى هل يفكر المسؤول بالعراق بالمواطن؟ هل يكترث أن هناك طوابير من المرضى العراقيين ينتظرون أمام إحدى المستشفيات؟ هل يكترث أن مستشفيات القطاع العام بالية متهالكة، يعني موبوءة كما وصفتها صحف دولية كثيرة أنها أماكن لنقل العدوى والأمراض للمراجعين وليست أماكن لتلقي العلاج؟ هل يكترث المسؤول في العراق إلى هذه الأمور؟ أم يكترث أنه كيف سيجني وكم سيجني ومتى سيجني الأرباح من المنصب أو من الكرسي الذي يجلس عليه؟ طيب مشاهدينا، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم، ابقوا معنا. ما دلالات مشاركة واشنطن مع أبرز قادة الميليشيات المدعومة من إيران في منتدى العراق مؤخراً؟ وما دلالات تصريحات السوداني التي حاول فيها تمييز نفسه عمن سبقه؟ وإلى أي مدى يؤكد ما جرى في منتدى العراق أن المصالح الأمريكية والإيرانية مشتركة؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان طاولة تجمع سفيرة واشنطن بالميليشيات في العراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. تتهم الميليشيات الولائية المرتبطة بشكل مباشر بفيلق القدس الإيراني باستغلال غطاء الحشد الشعبي للحصول على أموال كبيرة،
وتلاحق هذه الميليشيات اتهامات بإدراج آلاف الأسماء الوهمية ضمن جداول التعيينات لتدخل مليارات الدنانير العراقية في خزائن هذه الميليشيات لممارسة نشاطات تجارية وأخرى عسكرية لتكريس نفوذها الطائفي في العراق والمنطقة، فضلا عن تمويل وسائل الإعلام الخاصة بها لمهاجمة خصومها وتغذية الطائفية في البلاد. وعادة ما تخصص لهذه الميليشيات أموال ضخمة في الموازنات الانفجارية لتكريس سطوتها وهيمنتها على الملف الأمني في البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي سنشاهده بعد قليل من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نشاهد. عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب 150,000؟ هذا المسجل لديهم، ليس أكثر من 60,000 في القطاع. الآن مشاهدين الكرام نصل إلى فقرة الهاشتاج. أثارت تصريحات المتحدث العسكري باسم حكومة عادل عبد المهدي المتهمة بتصفية ثوار تشرين الفريق الركن عبد الكريم خلف غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حينما تجاوز على ثورة تشرين وشهدائها. وادعى خلف في حوار تلفزيوني أن القنابل الدخانية لم تتسبب بقتل المتظاهرين وأنها تسببت بحادثة واحدة فقط في بغداد، في كذب صريح يخالف الواقع ويخالف مئات المقاطع المصورة التي وثقت في حينها استشهاد المتظاهرين بتلك القنابل. واستغرب مدونون مما وصفوه بالصلف الحكومي والكذب المفضوح في هذه الادعاءات، بينما أعاد آخرون تنشيط واسم بوق السلطة الذي تداوله ناشطون إبان ثورة تشرين لمهاجمة عبد الكريم خلف وحكومة عادل عبد المهدي مجددا. دعونا نستعرض لحضراتكم بعضا من هذه التغريدات. رغد تقول: الله ينتقم منه بوق السلطة المجرم. لدينا تغريدة من أركان يقول: همهم المناصب وحبهم للمال ولا يبالون إن كذبوا ورقصوا على جثث الشهداء الأبرار. سيف يقول: دماء الشهداء لن تذهب سدى، إن كان عقابكم في الدنيا الخزي والعار فعقابكم في الآخرة إنه من قتل نفسا بغير نفس نار جهنم وبئس المصير، ألا لعنة الله عليكم. ولدينا تغريدة من مصطفى فلاح يقول: يا بوق السلطة، أيها المرتزق، هذه القنبلة قد فجرت رؤوس عشرات الشباب ماتت أحلامهم وهم في بداية العمر، هل تسمع عويل عوائلهم وأصدقائهم؟ والله سوف يأتي يوم لك ولأمثالك لكي يسحلوا في الشوارع، إن لأجلكم قريب. طيب مشاهدينا، كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم في موقع تويتر. طبعا هناك تفاعل عراقي كبير بشأن هذا الموضوع وغضب من الجهات الحاكمة التي تستهين بدماء العراقيين والتي دائما ما تتهم من يخرجون للمطالبة بحقهم ومن خرجوا سابقا
بالإرهابيين والدواعش والبعثيين والخلايا النائمة وغيرها من هذه الاتهامات الباطلة، لأنهم فقط طالبوا بعراق خال من الميليشيات، عراق نظيف خالي من هذه الأحزاب، خالي من هذه الوجوه المجربة التي فضحت بفسادها وبإجرامها طيلة السنوات التي تلت الاحتلال. مشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.